السلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه للاسعار ديال الدواجن كترتفع واحد الاثمانيه خياليه من بدايه الشهر 4، يعني من مور رمضان والدجاج بقى غادي بالزياده. سولنا مهنيه القطاع حول هذه الزياده، وما بغاوش يعطينا يعني الجواب الكافي بان باش نعرفوا الزياده منين كاش. كيقولوا يمكن يكون تداعيات ديال الحرب الروسيه، ولكن داك الشيء ما عنده لا علاقه بداك الشيء. والمواطن ديما كيتسال على الزياده، ما عرفناش لحد الان السبب ديال هذه الزياده هذه. اليوم خدينا ب 34 درهم، باش علاه تبيعوا الكيلو؟ يعني تبيعوا ب 40 درهم يقول لك كتشفر ولا كود. 5 درهم في الكيلو، 5 درهم في الكيلو. وانت كتشوف الركود اللي كاين، يعني العرض كاين والطلب ما كاينش. الناس والو الا باش بان لك شي كليان واقف ما كاينش. السبب الرئيسي عاوتاني هذا الشيء هو موقف السيارات اللي حيدته مجلس مقاطعه الرباط، حيت بالدرجه الاولى كنا كنستافدوا من ذاك الباركين. الباركين دابا حيدوه، الناس كتجي باش تلقى ما كتلقاش فين توقف. ولاحظنا داك الشيء عاوتاني من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، يعني مولفين زعما كتكون الصيف كتكون شويه ديال الروش وديال التجاره، هذا العام ما كاين والو. الرساله كنوجهها للمهنيه القطاع، يشوفوا لنا هذا شي حل هذا الثمن على حول ارتفاع الاسعار. علاش هذه الزياده؟ علاش وهي مستمره؟ يقدر يقول لك العلف غالي، ولكن الجواب الرئيسي ما عمرك تتلقى عند صاحب المهنيه القطاع. الدجاج البلدي إيه ممكن هو صحي احسن، ولكن ما يمكنش الانسان غادي يستهلك غير البلدي. البلدي كيستهلكوه الناس مناسبات، كاينين الناس اللي هما شويه كيستهلكوه رسمي، والاغلبيه الناس كيبغوها مناسبات بحال شي مراه والده، يعني بحال سميتو، هذا هو اللي كاين. حيت قليل الناس اللي كيسولون على البلدي، هو مع غالي شويه وزيدون هادشي هو اللي كاين. وما يمكنش غيستهلكوا الدجاج البلدي مع في الطريقه فاش كيستهلكوا الرومي، غالي شويه وقليل، هذا هو المشكل. والدجاج وتقريبا ها انت تشوف الدجاج الرومي دابا الثمن خيالي. كتكون اليوم الدجاج سلعه مثلا دايره ثمن، غدا كتصبح لك بثمن. الدجاج البارح كان 20 درهم، اليوم 21 درهم 22 درهم، ما بين 21 22 تقريبا. دابا حيت مارشي واحد اللي كاين في الرباط هو اللي كيفيكت على كل شيء، مارشي كروسيس واحد هو اللي كاين في الرباط هو اللي كيفيكت على كل شيء. حنا كتنبيعوه وتيجينا غالي، نهار كتكون زيدها درهم ولا 2 درهم حنا كتجينا. نهار كيكون الدجاج غالي ما كيكون الخروج قليل، وبحال دابا فروج كيدي تيقتل على مولاه ولا مولاته مثلا 50 درهم 55 درهم 60 درهم، فهمتيني؟ إذا كان الدجاج رخيص عاود فاش غادي فروج غادي جوج، ولكن الغلا اش غادي نقول لك، لا حول ولا قوة إلا بالله. حنا دابا أصلا السلعة مابقاش كتمشى عندنا، مع الغلا السلعة مابقاش كتمشى، كنشدوا السلعة دابا بزز باش كنخرجوا الفلوس الموالية، تقريبا ما تيشيط لينا والو، غير شادين الصمتة وصافي. شي هو اللي كاين. انا حاس بالغلا قبل ما يحس به هذاك المواطن اللي غيجي يدي دجاجه ولا جوج. انت الغلا قاصح شويه، والغلا في كل شيء، الله يحد الباس، والغلا كاين في كل شيء ماشي غير في الدجاج. اليوم راه داير 18 ونص حتى 19 درهم اليوم. ها الطريفه عندنا حنا فيها 21 درهم، شنو غيبقى لك؟ راه غيبقى لك الصبر. من طبيعه الحال حيت كل شيء غادي، دابا الغلا راه جاي من الفوق، الغلا راه ماشي جاي من عندنا حنا، الغلا راه جاي من الفوق، حنا راه ما عندنا ما نديرو. الغلا جاي من الفوق، هذاك المربي. يعني تا هو راه عنده الا كاري الفيرما، راه عنده الثمن، عنده تا هو مصاريف كثيره، ماشي غادي نقولوا حنا راه حنا اللي غلينا، حنا راه ما غلينا والو. وهذاك نيت هذاك اللي مشارجي مثلا مول كاميو وداخل المارشي راه عنده مصاريف تا هو اكثر. ها هو المازوت دابا شتيه، في ظرف ثلاث ايام تزاد 3 دراهم، وكي غادي يدير مول كاميو وكي غادي يدير مول الفيرما، راه اش غادي نقول لك، لا حول ولا قوة الا بالله. بزاف كليان دابا كيجي كيعبر فروج، كتقول لي ذاك الثمن تيديرك كيقول لك غتبقى لك واحد 10 دراهم. كاين اللي تيجيبك اللي ما يجيبهاش، كاين اللي كيدي فروج مابقاش كتشوفهم بالزمن ديال هذا الغلاء هذا. هادشي هو اللي كاين. واخا اش غادي نقول لك، انا كمواطن مغربي بحالي بحال خوتي، هادشي ولا تيخلع بصريح العباره. كما قلتي الدجاج كان تياكلو غير الانسان اللي ما فحالوش، دابا ولا حتى هو غالي علينا. الا بغيتي تشري غير طير ديال الدجاج ودير معاه بطيطه ودير معاه مريقه كما موالفين وكما كبر الدرهم، وهذا الشيء غادي في واحد الخط التصاعدي بالنسبه للزياده في المواد الغذائيه كامله من طرف، يعني ماشي غير الدجاج، اي حاجه حطيتيها على يدك كتخلع.
وبالنسبه للدخل الفردي كخلاص اللي كنتخلصوا حنا كخدامه او كمهنيين ما كيتزادش، السالير كيبقى هو هو، والاسمنه ديال المواد الغذائيه غادا في ارتفاع، وما عرفناش الحل عند من. اللهم تعالى يدير شي تاويل ديال الخير. تنشكرك بعدا على هذا الاستجواب. غير اللي تنبغي نقول لك بان فيما يخص الدجاج راه العاصمه الانوار راه فيها بزاف ديال المارشيات، يمكن الا كان غالي هنا في بلاصه اخرى غيكون شي شويه. هو بصح الثمن ديال الدجاج مرتفع نظرا للحاله، اولا ديال الجو، ثانيا العلف، وهناك بعض المشاكل، ولكن هناك بعض الناس المحتكرين، ما غاديش نحيدوا هذه الفرضيه هذه. هناك بعض الناس اللي تيغتنوا الفرص خصوصا في هذا الظرف هذا اللي فيه العمال ديالنا الخارجي، اللي تنقدموا لهم واحد تحيه كبيره، لان تيجيو المغرب يشوفوا العائلات ديالهم ومساكن تيخسروا فلوسهم وتيجيبوا لنا العمله الصعبه، مشكورين. في هذه المناسبات تيغلى الدجاج، ولكن انا في نظري المتواضع الانسان يشري على قياسه، لاننا حنا في ذاك فيما تيخص الاستهلاك حقيقه خصنا نبدلوا انظمه الاستهلاك ديالنا، لان تنستهلكوا بزاف. اسيدي غنشري جوج دجاجه، نشري دجاجه غادي نشري دجاجه نصفت على هذا والثمن تيطلع، واللي تيستغل تيستغل. اذا نبدلوا الانظمه ديال الاستهلاك، تنشري جوج كيلو نشري اخوها كيلو ونشري نص كيلو والدنيا هانيه. وتنشكرك. نهضروا على الدجاج عاوتاني 38 درهم، اللحم ولينا منوين منه ديال البرازيل ولا ديال هولندا ولا ديال هنغاريا ولا من شمن بلاد، شهور خرج فضحهم، خرج تنطيح عباد الله فضحهم، شفناه حنا كي داير. والدجاج اللي ب 38 درهم، كاينين اسر عندهم اربعه الدراري عندهم خمسه الدراري تيشريوه في خيط تيطيبوا به الكميله، وهذاك اللي تيشري في خيط ديال الدجاج كي غايدير دابا اللي ب 38 درهم كيقدش عليه، وبيضه ب 30 ريال. راه كلشي غالي، ليسونس غالي، كلشي غالي، الدجاج غالي، اللحم غالي، الزيت غالي، والسالير سالير تيبقى هو هو. راه بنادم راه تخنق بالكريديات، راه لا اله الا الله في هذه البلاد هذه. من فخيط ديال الدجاج ما يبقاش يقد عليه، وبيضه ب 30 ريال غير نرجعوا للميكاز نبقاو نطيبوا الخبز الكرام ونديروا شويه د العطريه وناكلوا سايكو تيجي بالله المولش.